أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم ثقافة صحية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن تجميل الأنف. الأنف من الأعضاء البارزة والمهمة في الوجه، وهو الامتداد الخارجي للجهاز التنفس العلوي، فبالإضافة لدوره البارز في تصفية الهواء المستنشق بواسطة الشعيرات الموجودة في الأنف وترطيبه بواسطة الغدد المخاطية، فإن له دورا بارزا في عملية الشم لوجود الخلايا الشمية في سقف الأنف التي تساعدنا في التمييز بين الروائح المختلفة، فمثلا تحفز على إفراز عصارات المعدة عند شم رائحة الطعام اللذيذة. ومن فوائده الأخرى إنه ممر لتصريف إفرازات الغدد الدمعية والجيوب الأنفية إلى البلعوم. كذلك الأنف مهم جدا في إعطاء الشكل الخارجي للوجه ومميزاته. نتعرف على أسباب تشوهات الأنف. تشوهات ولادية تظهر في الجنين بعد الولادة. هناك حالات ولادية نتيجة لتعرض المرأة الحامل لعوامل خارجية مختلفة أثناء الأشهر الأولى من الحمل أو أثناء الولادة، أو عوامل وراثية يكون الأنف كبيرا أو صغيرا أو مفقودا أو مشروما. كذلك الأمراض الزهرية قد تصيب الأم وتنتقل إلى الجنين وتؤدي بالتالي إلى تشوه الأنف، وهي من الأمراض المعدية والتي تؤدي إلى تآكل الأنف وتشوهه. كذلك تدرن الجلد أو السل الجلدية، وكذلك الأورام السرطانية مثلا أورام الخلايا القاعدية التي تصيب الجلد، أو الحوادث المرورية والمشاجرات وعند الملاكمين قد تؤدي إلى كسور في عظام الأنف مع تشوهه، تضخم الغدد الجلدية الدهنية وغيرها خاصة في الكبار تؤدي إلى تضخم الأنف بصورة غير طبيعية. تقويم وتجميل الأنف. أن عملية تقويم الأنف ضرورية في حالات التشوهات الولادية، ويتم هذا في الأشهر الأولى من العمر، وذلك لأهميتها في تنفس الطفل وتغذيته خاصة عندما يكون الأنف مفتوحا مع الفم. كذلك حالات تشوه وكسور عظام الأنف في الحوادث المختلفة يمكن فيها تعديل العظام فورا في المستشفى أو تأجيلها لحين استقرار حالة المريض. وذهاب التورم من الأنف وتشوه الأنف للانحراف الشديد في الحاجز الأنفي مع صعوبة التنفس والصداع الشديد والتهاب الجيوب الأنفية، ممكن إجراء تعديل الأنف من دون التقيد بعمر محدد إذا كان التشوه مؤديا إلى صعوبات بالتنفس في حالة الأورام الخبيثة والأمراض الأخرى. يمكن إجراء عملية تقويم الأنف بعد رفع الورم والتأكد من استقرار الحالة المرضية بالاستفادة من الأنسجة القريبة من الأنف أو حتى البعيدة عنه. أما تقويم وتجميل الأنف فيما عدا الحالات السابقة فيفضل إجراؤها بعد 18 سنة، أي لحين استقرار نمو الأنف والحاجز الأنفي، لأن إجراؤه قبل هذا الوقت قد يؤدي إلى تغيير في نمو الأنف وعظام الوجه، وقد يحتاج إلى تقويم لاحقا. أنواعه: بناء أو تصنيع الأنف في الحالات المرضية أو السرطانية التي يفقد فيها المريض أنفه أو يصاب بتشوه في العظام والغضاريف، بحيث يحتاج إلى إضافة عظام وغضاريف لإبراز شكل الأنف الخارجية، فيتم أخذ هذه العظام والغضاريف من نفس الشخص، أما من عظام الحوض أو الأضلاع أو صيوان الأذن والجلد لتغطية العظام من الأنسجة القريبة أو البعيدة كالأطراف أو البطن، ويمكن استخدام مواد صناعية مثل السيليكون بدلا من العظم أو الغضروف. عملية تجميل الأنف في أغلب الأحوال تجرى من أجل تصغير الأنف وإظهاره بصورة أفضل، خاصة عندما يكون الأنف كبيرا أو يؤثر بصورة كبيرة على نفسية الشخص، ويتم في هذه العملية رفع
جزئي لعظام وغضاريف الأنف وبحسب اجتهاد الطبيب المختص، وذلك من خلال جرح غير ظاهري في مناخر الأنف تحت التخدير العام أو الموضعي بحسب شدة الحالة ومقدار التشوه، كذلك تعديل الحاجز الأنفي، ويتم إجراءه هذه العملية عندما يكون الحاجز الأنفي مشوها ومؤديا إلى صعوبة التنفس والصداع، ويمكن إجراء عملية تجميل الأنف معا. أما عمليات التجميل الثانوية فتتم هذه العمليات من أجل تقويم الأنف لمرحلة جديدة لرفع التشوهات المتبقية في الأنف وتحسين منظره الخارجي. بعض الإجراءات التي يقوم بها المريض بعد العملية: نوم المريض بدرجة 45، أي الرأس مرفوعا لتفادي حدوث تورم في الوجه وتفادي النوم على جهة واحدة لمنع حدوث ضغط على الأنف يؤثر على النتيجة النهائية. عدم رفع أي ثقل، ويمكن استعمال كمادات ثلج أسفل العينين لمنع إزرقاق المنطقة. عدم التعرض لحرارة الشمس لفترة طويلة. والآن أحبتي المشاهدين، نتعرف على مضاعفات العملية. العملية مثلها مثل أي عملية جراحية ممكن فيها حدوث بعض المضاعفات التي يمكن تفاديها باستشارة الطبيب، ومنها النسف ممكن تفاديه وذلك بالتحضير الجيد للعملية وبعدم استعمال الأسبرين لمدة أسبوعين قبل العملية أو أي دواء آخر وبحسب إرشادات الطبيب. التهاب القصبات الهوائية، يمنع التدخين في هذه الحالة لمدة أسبوعين قبل العملية، وتورم الشفة والوجه. نتائج العملية: أن عمليات تجميل الأنف تحتاج إلى صبر لحين الحصول على النتائج النهائية، وخاصة لأصحاب الجلد السميك يحتاجون شهورا عدة لحين النتائج النهائية. كل هذا وأكثر سيحدثنا عنه الطبيب المختص بتجميل الأنف عباس الصحن. الجراحة التجميلية، نعم تجرى هناك العديد من العمليات التجميلية، كعمليات جراحة الأنف، تجميل الأنف، وعمليات شد الثدي، وعمليات شد البطن، وعمليات تقويم تشوهات الأذن. وهذه العمليات قد تكون روتين يومي تجرى من عدد كبير من جراحين التجميل في الواسطي. إما المرضى من أبناء الحشد الشعبي فعادة يعالجون في الجناح الخاص، ويعالجون على مجانا، وتقدم لهم خدمات يعني مميزة تعتمد على نوع الإصابة ونوع الضرر الحاصل من جراء العمليات العسكرية والتفجيرات. المستشفى يستقبل يعني شهريا بين 4,000 أو 5,000 إلى 7,000 مواطن، يجري حوالي 500 إلى 600 عملية جراحية في مجال الجراحة التجميلية، وأكثر من 1,000 عملية في بقية مع بقية الاختصاصات. أنواع العمليات الجراحية اللي تجرى في مستشفى الواسطي هي الجراحة الوجه والفكين، وجراحة العظام، وجراحة التقويم والتجميل. المستشفى من المستشفيات الرائدة والمستشفيات الثلاثية. نوعية الخدمات الجراحية اللي يقدمها عادة نوعيات مميزة تواكب التكنولوجيا الحديثة وتواكب المستوى العلمي في المنطقة، بل أحيانا العالم بأجمع. المستشفى معني بالخدمات الطبية والخدمات العلمية، كونه مستشفى تدريبي يخرج يعني سنويا العديد من الجراحين في مجال اختصاص الجراحة التقويمية والتجميلية والعظام والوجه والفكين. الواسطي مميز في كل شيء، كون المستشفيات العريقة وكون النظم العلمية والنظم الصحية في المستشفى رصينة، ومستوى التدريب ونوع الخدمات مستوى عالي وبكفاءة. عادة العمليات اللي تجرى في داخل المستشفى عمليات تقويمية أكثر ما هي عمليات تجميلية،
لأنه العمليات التجميلية عادة عمليات باردة، والمريض حسب رغبته. أكو قسم يعني يحب أنه تجرى عمليته في داخل المستشفى الحكومي في الجناح الخاص، وغالبيتهم يفضلون أنه المستشفيات الأهلية لأجل الخصوصية. إما الإجور مال العمليات، طبعا إجور معتدلة حتى في المستشفيات الأهلية قياسا بالإجور الجراحة التجميلية في العالم. و الجراحة التجميلية على العموم هي جراحة تتعلق بشخص، هو يحدد الوقت اللي يريده ونوعية المكان اللي يجري به العملية. أنا أكد لك كل مريض يجي إلى طبيب يدرج وياه كل المعلومات ما قبل العملية، ويدرج وياه كل المضاعفات واللي ممكن تحصل، ويثبتها على ورقة ويوقع عليها المريض كلاما وكتابة. إما أحد يظن أنه هذه العملية غالية الثمن وهذه العملية يعني رخيصة الثمن، أنا أكد لك أنه الأسعار للعمليات الجراحة التجميلية في العراق تمثل فقط 20% إلى 10% من الأسعار في، ما أقول في العالم ولكن أقول في دول الجوار، بغض النظر عن أنه إيش قد راح يبقى في داخل المستشفى وبطاقة السفر والإقامة والمرافق. والعمليات الجراحة التجميلية في العراق تكاد تكون عمليات يعني بالنسبة لسعرها مجانية. إما شخص واحد أو اثنين يعتقد أنه هذا الأجر نأخذ من عنده كثير، يعني هذا رأيه، أو يعتقد أنه طبيب مجلة، هذا مستحيل، لأن أنت لا تكون شاهد أمامه بحيث تشوفه أنه هذا الحديث حصل. وما أعتقد أكو مريض بالعراق بالوقت الحاضر بسنة 2017 غير قادر أن يسأل عن مضاعفة عملية. وفيما يتعلق بعمليات البطن أنه بيها أضرار بعد العملية، الجواب بالتأكيد لا. ليش؟ لأنه لا، هذه العمليات لا تأثر على الحمل في المستقبل، ولا راح تأثر على الحالة الصحية، لأن هي عملية تتعلق في جدار البطن، إزالة شحوم وإزالة جلد زائد وتقوية للعضلة. بالعكس جوانبها الصحية كلش عالية، أنه تقوي عضلة البطن، واثنين تزيل النسيج المترهل، وثلاثة تقلل الوزن، وأربعة تحسن الصحة العامة، وخمسة تحصل حتى مظهر الاجتماعي، سواء في ملبسه، سواء في ثقته في نفسه، سواء انه هو يعني حتى بال اكيد العمليات التجميليه عمليات ليست تغيير شكل فقط، ولكن تغيير شكل وتحسين وظيفه. هسه حاليا الحديث كثير عن الخلايا الجذعيه، والحديث كثير على نقل الانسجه، والحديث كثير على زياده نسبه البروتين بالوجه. البلازما هي جزء من مكونات دم المريض، لا توجد اي اضرار سلبيه على الاطلاق فيها، بل على العكس انه تجدد الخلايا وتحسن من مظهر النسيج سواء الجلد او الانسجه يعني الكولاجين او غيره في الجسم. وهذه العمليات تجرى في المانيا وتجرى في امريكا في غزاره، بل نحن نجريها باقل 10% بالنسبه للعالم. فهذه العمليات عمليات صحيه وعمليات يعني مرخصه من قبل منظمه الغذاء والدواء. وكثير من الادويه اللي موجوده في العراق احنا وجدناها في العراق اسعارها في 200 دولار 150 دولار، لما زرنا دول اخرى اسعارها 400 و500 دولار. فالاسعار اقل، والمواد نفسها اللي موجوده في العالم ينقصها التاكسز. المواطن العراقي يحتاج الى قليل من الوعي الصحي. و أما الأخطاء الطبية أنا ذكرت لك أنه تكاد تكون صفر في هذا المستشفى، لأنه هذا مستشفى ثلاثي، الكفاءات الطبية به عالية جدا، تحسب كل الأمور بحساب دقيق. وأما المواطن متكلم مع الطبيب، أنا إلى الآن ما شفت فد معضلة في داخل مستشفى الواسطي حصلت بين مواطن وطبيب. يعني يحصل نقاش على علاج، يحصل رأي بين مريض وطبيب يريد يفتهم شنو طبيعة العلاج اللي راح ياخذه، لكن كمشكلة بمعنى كلمة المشكلة لا توجد. ليش لا توجد؟ هذا في كل العالم، المريض يناقش الطبيب وذويه يريد يفهمون شنو الحالة الصحية مالته. الفجوة بين الطبيب والمريض في العراق فجوة ضعيفة جدا، لكن للأسف وسعها الفكر الاجتماعي الضعيف، وسعها عدم إشاعة الحسنة. فنتمنى من عندكم انه تكون إشاعة الحسنة زينة.
شكرا للطبيب عباس الصحن على هذه المعلومات، أتمنى أن تكون قد نالت رضاكم. والآن أحبتي المشاهدين نتعرف على آراء المواطنين في عمليات التجميل لنتابع. عمليات التجميل هو فشي يعني حلو، مع هال إذا أشوف إنسان محتاج الهشري هالشي أثر على نفسية الإنسان، إذا يظهر مظهر مو مناسب يحس بداخله أنه ما يقدر يتكيف أو يعني يرتاح بحياته أو شيء، بهالحالة أنه مع عمليات التجميل، لكن ضدها إذا كان الإنسان ملامحه حلوة وجميلة ومرتب، يعني ما أعتقد إلها داعي. يعني قضية عمليات التجميل هي طبعاً ظاهرة انتشرت هذه الأيام خاصة بالعراق، يعني كمبدأ هي التشريع هي حرام، يعني الفتاوي مراجعنا العظام وشريعتنا الإسلامية تحرم عمليات التجميل اليوم باعتبارها تغيير في تصميم أو خلق رب العالمين عليه السلام، لذلك أنا ضد هذا المبدأ نهائيا. يعني هي ماكو أحلى من خلقة الله، هي أصلا عملية تجميل يعني شيء رغم تستمر لمدة شهرين أو شيء فشي حلو، بس راح تصير آثار سيئة بالمستقبل، يتدمر الوجه، يتخرب، يتشوه. أبسط شيء قبل فترة طلعوا من منشورات على الفيس إنه وحدة مسوية عمليات تجميل لوجهها وصارت آثار كله سيئة، يعني صار وجهها مجرد يعني فتشي طبقة مثل الكونكريت، يعني قال عليها الطبيب، يعني بعد ما ترهم لها أي شارة، راحت الدول راحت هاي ما تصير لها أي شارة، لأن بعد هاي هي عمليات تجميل أبد مو زينة. بالنسبة لمواد التجميل حقيقة انتشرت في هذه الأيام وكثيرة، وعادة ما نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك يعني صفحات تنشر هكذا أعمال، في الحقيقة هي في بعض الأحيان تسبب أضرار كثيرة، ولكن يعني في بعض المشاكل تحتاج يعني أنه ننشر عمليات تجميل، وخصوصا يعني لبعض النساء اللي خشمها شوية يحتاج للتجميل أو ترتيب، يعني يجرون هكذا عمليات، ونشوف في بعض الحالات يعني تستوجب أنه نجرى عملية تجميل لها بالحقيقة، يعني ومنتشرة هسه بالشباب يعني أكثر، يعني كانت للنساء نقول بالله عادية، بس هسه الشباب ينفخ خشمة وما أعرف نفخ وشد وشفط وما أعرف هالتجميلات هاي، وإن شاء الله يعني نكون يعني نقرض من هذه الحالات اللي جات تنتشر في المجتمع العراقي. صراحة هي عمليات التجميل يعني أكو من عندها ضرورية وأكو لا، يعني مو ضرورية وأساس مو لازم ومو لائقة. الضرورية هي يعني الأسباب ممكن تكون حوادث أو حروق أو بعض الأمور اللي هي تتطلب أنه يعني ترجع لوضعك الطبيعي، أما بالوقت الراهن صراحة يعني أكو عمليات تجميل أبد مو مكانها ومو أساسا هي مضرة، يعني قاعد نشوف إحنا بالتلفزيون وباليوتيوب هواي حوادث وهواي أشياء يعني قاعد يسبب ضرر، مثل عمليات النفخ وغيرها وهاي والتجميل والمساحيق هاي كلها ما لها داعي الصراحه، يعني مو فهذا الصراحه يعني قلت لك شغله التجميل شغله قد تكون يعني شيء بسيط ولائق اوكي لا باس به، لكن من الزيد عن حدها لا، اي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. صراحه انا ضد عمليات التجميل، لان كل انسان لازم يرضى بما انطاه يا رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن هناك ظروف يعني خاصه تستوجب من عمليات التجميل، مثلا حادث يسير او حادث مثلا حريق او شيء لا سمح الله، فبهذه الحاله يعني الانسان راح يتشوه، يعني ما بيها مشكله اذا واحد سوى عمليه تجميل، لكن اذا مثلا واحد مثل ما نقول سوى عمليه تجميل مثلا خشمه كبير او مثل ما يقولون او مثلا سمين يريد يضعف او هذه، يعني هذه الشغلات ما تستوجب، يعني كل واحد يرضى باللي قسم له يا رب العالمين. والله هي بشكل عام هي أصلا مضرة، يعني تجميل وهاي يعني البوتوكس أكثر شيء هو مضر يعني بشرة، لأن شون الأوبر يعني كلها تكون يعني سباير مالتها كلها منتهي والمدة مالتها منتهي، يعني شيء كذا مضر بشرة. والله لو يبقون على شكلهم الرباني أحسن لهم، والله يعني لأن كله مضر، لأن هي أصلا كلها سباير كلها منتهية، على شنو واحدة تسوي عمليات تجميل على مصر حلوة؟ لا، هو رب العالمين بعد خلقنا هيك. لا مع ولا ضد،
عادي انه الواحد يجمل نفسه او اشياء هو ما يحبها اصلا بنفسه، انه ممكن يغيرها حتى يحب نفسه، بس مو معناها انه اني اغير شكلي كله بالكامل حتى، بس يعني بعدين لما ابا لهالشخص حتى ما اعرفه من قد ما مسوي عمليات تجميل، يعني اشياء معقوله عادي، يعني لا ايجابيه ولا ما اثرت في شيء على، يعني مو في شيء خطر، او هي يجوز خطر بالاشياء الصحيه، لان احنا يعني دي يضربون بوتوكس وفيلر واشياء كلها كيميائيه بالوجه تنفخ وتزغر وتكبر بدون ما نعرف بعدين شنو هاي الاشياء كلها امراض تفوت الجسمنا بعدين ايش حتسوي. اكو طبعا يعني مراكز اطباء واختصاصيين وشي، واكو لا مجرد يعني يفتح ويش يضرب اوبر بدون اصلا ما يعرف شنو خطورتها. عمليات التجميل وما اشوف بها اي مشكله، اذا البنيه بنفسها هذا الشيء فما اشوف اكو مشكله انه تسوي اي عمليه، والله جميل ويحب الجمال ايجابيه، وانا اشوف بالاضافه للربح المادي انه تجميل النساء وخاصه النساء يحبون هذه الامور هوايه. طبعا مو الكل، احنا ما نقدر نعمم، اكو مو يهمهم الموضوع بس يشهرون بهذا الشيء، واكو يعني بالفعل انه هم مختصين ودارسين بهذا الموضوع. والله هي عمليات التجميل مهمه للانسان، والله جميل ويحب الجمال، بس عمليه التجميل عن التجميل تختلف. اكو يعني هي عمليه تجميل تستخدم للحالات المشوهه، حالات يعني عمليات اللي يعني شلون نقول يعني الانسان وجهه يعني مثل ما تقول مشوه شيء هيك شيء، فيستخدموا هاي عمليات التجميل. بس اذا انسان الله يعني كامل متكمل ما يحتاج عمليه التجميل، معه يعني قلت لك يعني مع للحالات اللي هاي تستوجب يعني حروق ما حروق غير شيء، وضد يعني للانسان اللي ما محتاج، انسان كامل متكمل يعني ما يحتاج اكو شيء عنده يسويها زايده. هي يعني اكو هواي مو اختصاص تجميل ودي يأذون ببشرات هواي بنات، يعني ورا ما يطلعون او ورا فتره يروحون على غير اخصائيين وقلهم هيجي، يعني دي يأذون بشرتهم هواي لان مو اخصائيين تجميل ودي يشتغلون بهاي الشغله. اكيد ما شجع هذا الشيء لانه لها سلبيات بالمستقبل على البشره اكيد خصوصا الاوبر، فما شجع، بس انصح كل امراه انه يعني تقتنع بطبيعتها احسن بدون يعني انه عمليه تجميل الانف او عمليه تجميل مثلا الاوبر او التاتو، هذا ما البشره تكون على طبيعتها احلى، ف يعني انه لها اضرار بالمستقبل اذا سوتها عمليه تجميل. صح راح تكون جميله بالبدايه لكن بعدين راح تكون لها اضرار، مثلا راح يصير مثلا البشره تصير بها ترهل او يصير بها مثلا نمش او هذه الامور، فراح تتغير بشرتها ما راح ترجع نفس ما كانت، واكيدها راح تتندم بعدين. نشكر القنوات اللي زيارة مستشفانا وقامت هذه الندوة التعريفية واللي تهدف إلى خدمة المواطن وخدمة المجتمع. مستشفى الواسطي من المستشفيات الرائدة في العراق ومن المستشفيات التعليمية المتقدمة واللي خرجت عدد كبير جدا من أطباء الاختصاص والاستشاريين في مجال الجراحة التجميلية والتقويمية وفي مجال جراحة الوجه والفكين وجراحة العظام والتشوهات الخلقية. مستشفى الواسطي يعد من المستشفيات الثلاثية بالتصنيف، أي بالتصنيف الأعلى للمستشفيات الجراحية، مستشفى تخصصي عالي الجودة وعالي الكفاءة ورصانة العلمية معروفة في الشرق الأوسط وحتى في العالم. والواسطي رفد العراق من شماله إلى جنوبه بكفاءات عالية من الاختصاصات المختلفة في مستشفانا،
وهناك الكثير من الجراحين الاختصاص والاستشاريين في دول الجوار من المتميزين بالقسم من الدول، جراحين التجميل يعدون الرقم واحد في هذه الدول، من ضمنها دولة الإمارات وفي دبي يعني حصرا. مستشفى الواسطي أسس سنة 1973 بسعة 60 سرير في منطقة الشيخ عمر. بال 1974 انتقل من الشيخ عمر إلى المكان الحالي، واحتيادي ازدادت السعة السريرية للمستشفى. سنة 1997 أسس كمركز للجراحة التقويمية، كمركز وطني معني بالدراسات العليا ومعني في تدريب وتعليم أطباء البورد العربي والبورد العراقي. احنا قمنا مركزين في مستشفانا، مركز معني بشلل الضفيرة العصبية اللي هم، ومركز آخر معني بسي بي شلل الدماغي للأطفال. وهذا النوع من الإصابات تشكل نسبة كلش عالية بالمجتمع، يعني تمام النسبة تبدو واحد بالألف، لكن لما واحد يجمعها على العدد السكاني يشوفها عبارة عن يعني عشرات الآلاف، اللي يحتاجون إلى عناية خاصة ويحتاجون إلى مركز خاص ويحتاجون إلى برنامج علاجي يعني رصين ومنظم. فالمستشفى أقامت شعبتين بهيكلية مركز. الشعبة الأولى هي شعبة السي بي اللي هو شلل الدماغي والضفيرة العصبية للأطفال اللي يولدون بالولادات الصعبة، وتعرفين جنابك هذول اللي عندهم شلل الضفيرة العصبية إذا عولجوا بطريقة صحيحة وعلمية ومنظمة وتحت برنامج صحيح ومتابعة، ثلثين 60% من هذول من هذه الإصابات اللي هي شلل ممكن أنه يرجع بدون حاجة لداخل جراحي. الجراحة التجميلية تفرق عن بقية الجراحات لعدة أسباب. جراحات الأخرى أكو جراحات تقويمية اللي هي تبديل الأعضاء أو نقل ترقيع جلدي أو نقل عضلة أو نقل نسيج، هذه تسمى عمليات تعويضية أي تقويمية. وهناك عمليات تجميلية اللي تتعلق بتغيير الشكل أو تغيير تحسين المنظر أو تقليل التشوه. طبعا بالتأكيد هذه الجراحة تحتاج إلى مستويات مختلفة من الكفاءة. إذا المريض ما قدر يختار الجراح الجيد الكفو صاحب السمعة، خلينا نقول الرفيعة أو المعروفة، بالتأكيد راح يصير عنده كمنجز عمل أقل وقد تكون مضاعفات أكثر. فأني حقيقة يعني وصيتي لأي شخص لما يفكر في جراحة تجميلية أنه يبدأ يسأل عن الطبيب بصورة صحيحة، يسأل عن المكان اللي راح يتعالج به بصورة صحيحة. وجنابك شنت يمنى بالاستشارية شفت أنه أحد المرضى زارق فيلر في شفتها وتريد تعالج المشكلة، فلما جت سئلت قالت أنا أريد أتخلص من هذا الفيلر. إحنا بالتأكيد ما نعرف شنو نوعيته لأن هي مجراته في داخل صالون، وتقول يعني صالون ما يعني سوى الشيء الصحيح، طبعا العتم على الصالون، بالتأكيد العتب على المريض، لأنه هو أكو يعني أطباء تجميل في العراق وأكو مراكز طبية بحتة، يفترض بالمريض يراجع هذه المراكز اللي هي بها كادر طبي معروف بالاسم حتى يقلل المضاعفات وفي نفس الوقت يعني يضمن سلامته. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل في أمان الله وحفظه.